الخير للجميع، وسعيد بأن أتواجد في هذه الصبيحة للمساهمة في هذه الندوة التي أولا أرى أنه من الواجب أن أتقدم بجزيل الشكر لمنظمي هذه الندوة وهذا اللقاء، وعلى رأس هؤلاء أذكر الأستاذ عبد الوهاب العيساوي مدير المكتبة، وأيضا الزميل والصديق الأستاذ عمر بردايع على حسن الاستقبال وعلى الدعوة الكريمة للحضور في هذه القاعة الأنيقة. فيما يتعلق بالمداخلة التي سأتقدم بها، وأعتقد أن الزملاء قد مهد بما قدموا في المداخلات القيمة حول ما سأقوله، وربما سيكون عبارة عن إنسانتاز يعني. لذلك فالعنوان الذي قدمته وهو الفلسفة كتدبير إيتيقي. الفلسفة كتدبير إيتيقي جاءت تبعا لمحاولتين سبق أن نشرت مقالين، باعتبار أن الفلسفة كتناسل نصي وهو منشور في مجلة فواصل أعتقد في أبريل 22 سنة 22، ومن خلال هذا المقال حاولت أن أبين أن الفلسفة من دون نصوص يعني يصعب أن نستوعب يعني تاريخ الفلسفة وكل الأفكار الفلسفية. لذلك نحن نثق بالفلسفة يعني من خلال هذه النصوص، وخاصة منذ أفلاطون يعني. لذلك عندنا بعض الإشكاليات المطروحة في الفلسفات السابقة على سقراط، دونك لي بري سقراطيك اون ان بروبليم افيك. بعد ذلك الفلسفات بدأت في شكل نصوص تتناسل تتوالد هكذا، فكل فيلسوف حينما يأتي يقدم قراءة لمن سبقوه وهكذا يعني. هكذا فعل طبعا منذ أفلاطون بدأت الكتابة هكذا، جاء أرسطو وقدم قراءته للفلاسفة السابقين ووثق لهم ثم أعطى رأيه وهكذا يعمل، وقس على ذلك في تاريخ كل فلسفة. النص الثاني الذي قدمته هو حول الفلسفة كممارسة اجتماعية، وهو منشور نشر في شهر أبريل الفارط في مجلة بيت الفلسفة بالفجيرة دولة الإمارات العربية المتحدة. دونك هذه الفكرة أيضا ربما لا أقول نتجاهلها، ولكن لا ننتبه إليها كثيرا، وهو أن الفلسفة عبارة عن ممارسة اجتماعية، لأننا ننظر إلى الفلسفة على أنها نتاج فيلسوف شخص واحد، ونتناسى أن هناك ممارسة إمبراتيك الفلسفة كانت تمارس ضمن مدارس ضمن جمعيات في تاريخ الفكر الفلسفي، نجد هذه الممارسة مطروحة ومتاحة. هذا ما دفعني تبعا لهذين المقالين إلى التفكير في أن أيضا الفلسفة هي تدبير إيتيقي. ما معنى تدبير إيتيقي؟ سأشرح هذا. أولا في البداية أود أن أشير إلى أن الفكرة التي أشارت إليها الأستاذة هي فكرة الأخلاق، لا موراليزاسيون. لا موراليزاسيون البعض أنه لا يعني لا يذهب بعيدا إلا بجعلها مكافئة لفكرة الهيومانيزاسيون، يعني الأخلاق هي الأنسب، لأن الإنسان لا يعني شيئا ولا يساوي شيئا من دون الأخلاق. ولذلك فالبعض يعتقد، وهذا كلام بوريكور ليس كلامي، على أساس أن الإنسان هو الذي يضع الأخلاق. ليس الإنسان هو الذي يضع الأخلاق، إنما هي الأخلاق التي تصنع الإنسان إنسانا. ولذلك لما حدثت هذه الخصومة بين فيلسوفين وهما هابرماس وسلوتردايك، سلوتردايك ماذا كتب؟ هذا الفيلسوف الألماني كتب حول لو بارك إيمان، هذه الحظيرة الإنسانية، وأثار ضجة. لماذا أثار ضجة؟ لأنه استخدم بعض المصطلحات، هذه المصطلحات يعني ربما أثارت حفيظة البعض على أساس أن
يعني تاريخ يشهد بهذه التجارب النازية، ولذلك هو استخدم لا دوميستيكاسيون، يعني فكرة الترويض. الإنسان كالحيوان لا بد أن يروض. كيف يروض الإنسان؟ يروض عن طريق التنشئة الاجتماعية، يروض عن طريق الأخلاق، يروض عن طريق يعني الكثير من المؤسسات الاجتماعية التي تعمل على جعله إنسانا، على نقله من هذه الصورة الطبيعية التي فيها جانب من الوحشية وجانب من التهور إلى جانب اجتماعي إنساني، ولن يكون هذا إلا على أساس الأخلاق. لذلك فهذه الفكرة، فكرة الدوميستيكاسيون، أرى أنها مهمة جدا بالنسبة لفكرة الأخلاق. الإنسان لا يساوي يعني لا يساوي شيئا من دون الأخلاق. ما يمكن أن نشير إليه هنا أيضا في هذه الفكرة، سأنطلق من ثلاث أسئلة أساسية، لأن الأستاذ أشارت إلى فكرة العلاقة وكنت قد ضمنتها هنا بين الأخلاق والسياسة. الفيلسوفة الأمريكية جوديث باتلر، معروفة صاحبة نظرية الجندر، يعني نظرية الجندر على أساس التمييز بين المرأة وبين الرجل، وتقول أن المرأة لا تولد يعني بالطبيعة امرأة، ولكن on ne naît pas femme, on le devient. هذا هو، يعني عن طريق هذا الجانب الاجتماعي تصبح المرأة امرأة. ماذا ترى؟ في سنة 2012 تسلمت جائزة أدورنو طبعا، وألقت محاضرة. المحاضرة هذه كان عنوانها، هذا هو السؤال الأول، ما الحياة الجيدة؟ ما الحياة الجيدة؟ كيسكو إن في بون؟ وهي أعادت سؤال من؟ سؤال أدورنو، ولكن كانت تقول هي أود أن أطرح أو أعيد سؤال أرسطو في زمن أدورنو. ما هو هذا الزمن؟ ما هو هذا السؤال؟ هو كومون فيفر إن في بون دونز إن في موفيز؟ كيف الإنسان يعيش حياة جيدة؟ لأن ليست كل حياة جيدة، أو فكرة تجويد الحياة، كيف تجعل حياتك جيدة؟ هذا هو السؤال اللي كان طرحته، وقالت كنت أظن أن هذا السؤال أخلاقي لا علاقة له بالسياسة، وقالت لا، قالت هذا كان سؤال مركزي عند الفلاسفة من أفلاطون إلى روسو. فإذا كيف يمكن للإنسان أن يكون سعيدا؟ كيف يمكن الإنسان أن يعني مني إن في بون؟ قالت هذا كنت أظن أنه سؤال أخلاقي لا علاقة له بالسياسة، لكن هذا لا يرتبط بالإنسان في حد ذاته. صحيح قد نقول أن هذا الأمر يتعلق بنوع من الانسجام الداخلي الذي يكون بين الإنسان. بعض الفلاسفة في القديم وحتى في الحديث قالوا يمكن أن يحصل الإنسان على هذا على هذه الوضعية، على هذه الحالة، حينما يعني تغيب هذه فكرة الاضطرابات من ذهن الإنسان، ألا يشغل بالك شيء، سي لابسونس دي تروبل. بعض الشكاك كانوا قد طرحوا هذا في القرن الثالث قبل الميلاد. ولكن هل يمكن أن تكون سعيدا في عالم مهيكل؟ مهيكل بماذا؟ مهيكل بكل المساوئ والآفات الاجتماعية وبمحاولات الإقصاء والتهميش، هل يمكنك أن تكون سعيدا؟ طبعاً هذا السؤال الأول. السؤال الثاني في هذا التدبير الإيتيقي، وسأتي إلى مصطلح التدبير لأنه له خصوصية في ثقافتنا العربية الإسلامية وأيضاً في حياتنا اليومية. السؤال الثاني، ما الذي يمكن أن أفعله؟ كدواجفاء كل واحد منا يطرح هذا السؤال، وهذا السؤال من أسئلة كانت المركزية، يعني سؤال كانتي بامتياز، لأنه نعرف الفيلسوف إيمانويل كانت كان قد طرح ثلاث أسئلة أساسية، ومن بعد لخصها في سؤال كبير أنثروبولوجي، هو ما الإنسان؟ كيسكو لوم؟ لكن هو لما طرح الأسئلة، هذا سؤال واحد، لأنه يتعلق بالفعل، ونعرف في الفعل أن هذا يعني راح نسميه احنا من لي سيونس نورماتيف،
تعرفوا في لي سيونس نورماتيف عندنا سكي بو سكي فري اي سكي 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 بيان دونك فوالا دونك لو بيان اللي هو هذا في الفعل خير في الفعل في الخير يعني نسميه احنا الايتيقا سي سا الايتيك ثم عندنا في البو هو الجميل وهو اللي فيه الانفعال نحن حينما نرى شيئا جميلا نحن ننفعل هذا الجمال الذي نراه في الاشياء لا يتركنا هكذا ولكن ننفعل ننفعل به قالوا فيتو ان هذا لوفري لوفري اللي هو يدخل في اللوجيقا ان لوجيقا ايتيقا استيتيقا فوالا لوفري لو بو اي لو بيان طيب ما الذي يمكن ان افعله كان كانت قد طرح سؤال ايضا يتعلق بالمعرفه لان الفعل لابد له ايضا من جانب معرفي وهو كو دواج كوناتر ماذا يمكن ان اعرف وهذا السؤال في ربط المعرفه بالفعل ايضا سؤال يعني سبق سقراط وان طرحه سقراط من جهه الفضيله لنعرف ان المقاربات الفلسفيه في الاخلاق انها مقاربات اما فضيله اما انها منفعه اما انها عواقبيه اما انها اخلاق الواجب عند كانت طيب ماذا يمكن ان افعله كما طرح كانت وقلت سبقه في هذا سقراط الذي اراد ان يجعل بين اول مره يعني يحدث هذا الربط بين المعرفه وبين الفضيله نحن حينما نعرف هذه الفضيله نحن كما قال لا نتركها على الرفوف نحن نعرف الفضيله لكي نمارسها لكي يكون الانسان منا يعني يكون فاضل عوض ان يكون ردي اذا ما الذي ينبغي علي ان افعله هذا السؤال يعيده هابرماس في الكتاب الاساسي الذي تحدث عنه في مستقبل الطبيعه البشريه ياخذه من روايه قدمها هذا السويسري معروف الروائي السويسري ماكس فريش لروايه شتيلر يطرح هذا شخصيه الروايه يطرح السؤال يقول ما الذي يتوجب علي ان افعله فيما قدر لي ان اعيشه يعني في حياتي أنا سأعيش حياة طيلة 50 سنة 60 سنة 100 سنة ماذا يجب علي أن أفعل فيما قدر لي أن أعيشه؟ طبعا هذا سؤال أساسي أيضا في الجانب الإيتيقي ثم أخيرا السؤال الثالث هو هذا سؤال طرحه الفلاسفة لماذا يتوجب علي أن أكون أخلاقيا؟ لأن كل واحد منا يعني يحبب أن يكون أن يوصف بأنه أخلاقي وليس لا أخلاقي وليس لا أخلاقي بوركوا دواج أتر مورال لماذا ما الذي يجعلني أن أكون أو يحتم علي أن أكون فاضلا أن أكون متخلقا أن أكون كذا طيب هذا سؤال يحمل فكرة الوعي بأنه لا ينبغي فقط علي أن أسلك سلوكاً معيناً فاضلاً ولكن يجب علي أن أعرف لماذا قمت بهذا السلوك بهذه الطريقة ولم يعني أقم بسلوك آخر هذا الذي يدفعني إلى القول بأن سؤال الأخلاق اليوم مهم جداً لأن الأخلاق مجال بلا حدود البعض يتكلم مثلما هو الشأن في كتاب روجي بول دروا هذا المفكر الفرنسي له كتاب عنوانه ليتيك اكسبليكي ا تو موند الاخلاق مفسره للجميع يقول ان الاخلاق باتت يعني ليست فقط انها حاضره في كل مكان ولكنها مطلوبه حتى اذا فقدت الاخلاق او انها لم تحضر يعني ترتفع الاصوات مطالبه بضروره حضور يعني فكره الاخلاق هذه في المجال السياسي في المجال الاقتصادي
في المجال حتى الرياضي، في المجال حتى الرياضي. نحن الآن لما نتحدث في المجال الرياضي الذين يعني يناهضون فكرة ما يسمى الآن الدوباج، الذين يتناولون، لأن هذا ليس من العدالة أن تجد في منافسة رياضية بعض مثلا الرياضيين، بعض العدائين يتناولون المنشطات. هل هذا يعني إذا كان في نحسم في الأمر أو نناقش المسألة أخلاقية، هل هذا أخلاقي؟ طبعا السؤال هنا يطرح والنقاش يفتح، ولكن أكثر من هذا حتى في هذا المجال، هل لما ذلك العداء الجنوب إفريقي والذي يعني تم تجهيزه بقدمين اصطناعيين وفاز بالسباق، هل يعتبر هذا يعني هل لا يطرح هذا سؤالا أخلاقيا؟ لأن التقنية كما كان يتحدث الأستاذ من قبل أمدته بهذه الكيفية، فهل نقول أن هذا يعني غير أخلاقي؟ هنا يطرح النقاش، وليس الأخلاق هنا بالمعنى أن هناك يعني قواعد وأوامر يعني يلتزم بها الإنسان، ولكن المجتمع يفتح النقاش في ظل هذه المستجدات اللي هي يعني تفرض نفسها علينا اليوم. لذلك حتى لا يعني أطيل في هذا الجانب، أمر إلى فكرة التطبير. حينما قلت التطبير، التطبير المصطلح في حد ذاته يحيلنا إلى فيلسوف كتب هذا النص الجميل اللي هو ابن باجة. ابن باجة كتب تدبير المتوحد، وأول ما بدأ يعني يشرح ما معنى كلمة تدبير. التدبير الذي يقول عنه أنا سألتك، لأن المعنى الذي يمكن أن نجده هنا هو أن فيه كثافة في المعنى وتضخم دلالي لمصطلح التدبير. ليس في واحد، ولكن وكأنك أمام مجموعة أفعال في التطبيق، فيها الجانب النظري، فيها الجانب العملي، فيها جانب الترتيب. يعني ما نجد من المرادفات لكلمة التطبيق هو أنك تجد الترتيب، التدبر، التصرف، التحكم، تجد التعديل، الفعل، التهيئة، الاتصال، كلها يعني تكون يعني داخلة في هذا أو مندرجة تحت هذا الأمر. إذن في هذا التطبيق يقول أنه بالجملة يطلق هذا المعنى على ترتيب أفعال نحو غاية مقصودة، تدبير أفعال نحو غاية مقصودة. وسنحتفظ بهذا المعنى لأنني سأعود إلى جدلية الغاية والوسائل. طيب، إذا كان هذا التدبير، لأي شيء يكون هذا التدبير؟ في الفعل الإنساني سوف يكون لنتفق على غاية. ربما الفلاسفة كثير منهم في القديم والحديث طرحوا مسألة السعادة، ما هو يعني في النهاية، يعني لماذا نقوم لكل هذه النشاطات، أليس لكي نكون سعداء؟ هذا ما تحدث عنه أيضا الفارابي في تحصيل السعادة، كتاب تحصيل السعادة، والذي يقول فيه أن هذه السعادة ليست فقط مسألة فردية، لا تطرح على مستوايا ولكن على مستوى جمعي. لذلك ففيها نوع من الفضائل إذا أمكن للإنسان اكتسابها أو تحصيلها تحصل هذه السعادة للفرد وللمجتمع. لذلك فهذه المستويات هي مستوى فردي، مستوى مجتمعي، ومستوى سياسي. إذن هذه الأفعال تحصل يعني تهدف إلى غاية أخلاقية نسميها غاية أخلاقية، هي واحدة هي السعادة. وهنا أصل إلى هذه إتقاء السعادة. إتقاء السعادة هذه كغاية، أمر على هذا، أقول أنها هي تاج الفعل الإنساني أو تاج الوجود الإنساني. يعني سكيبا كوروني لاجير إمام هو هذا سي لا ريشيرش دي بونور. ولكن كيف أحصل هذه؟ طبعا حتى حينما لا أستطيع أن أحصل هذه السعادة سأعيد بها أو سيعيدني بها غيري. ولذلك نيتش لم يخطئ حينما قال هذه مشكلة الإنسان الحقيقية، أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يعيد. الإنسان عند نيتش هو الكائن الوحيد الذي يعيد، إن لم يحصل هذه السعادة في هذه الحياة سيعيد بها غيره في حياة أخرى. ولذلك
فهنا أجدني إزاء هذا الإشكال الآخر، الإشكال اللي هو إشكال الغاية أو جدلية الغاية والوسيلة. جدلية الغاية والوسيلة هي واحدة من الإشكاليات المطروحة، لأنها تتعلق بمسألة أيضا حداثية، ولما جاءت الحداثة جاءت لكي نوائم بين في ظل العقلانية الأداتية. ما معناها العقلانية الأداتية؟ هي كيف نوائم بين الغايات، صدير les objectifs، أنت يكون عندك un objectif، فكيف يعني تبحث عن الوسائل les outils، الوسائل les moyens، الوسائل التي تناسبك في تحقيق هذه الغاية. لكن هذه الفكرة نحن نعرفها مطروحة أكثر في الجانب السياسي. تحدثت الأستاذة كيف طرحها ميكيافيل، ميكيافيلي طرحها على أساس أنها مطروحة في السياسة، وقلت أن بين الأخلاق والسياسة، حتى لما أشرت إلى باتلر قالت رجعت وقالت أنه لا يمكن أن نتحدث عن الأخلاق من منظور فردي، ليس تتعلق بالإنسان الفرد، ولكن أيضا لها صلة وعلاقة أكيدة بالجانب السياسي. فإذا في جدلية الغاية والوسيلة، سأتحدث عن هذا الكتاب الذي هو أساسي، بعضنا لم ينتبه إليه كثيرا، هو كتاب جمع بين ثلاث فلاسفة، وبين تروتسكي وجون ديوي الفيلسوف الأمريكي، وبين جورج نوفاك. نعم، الكتاب بعنوان أخلاقهم وأخلاقنا، أخلاقهم وأخلاقهم، لهم أخلاقهم ولا لا أخلاقهم. طيب، وفي هذا الكتاب وجهتا النظر الماركسية والليبرالية في المثل الأخلاقي. طبعا هما عبارة عن مقالتين لتروتسكي ومقال لديوي، فيه تقريب مناقشة ورد، وفي أيضا مقال لجورج نوفاك. والمعروف أن العلاقة بين الفلاسفة، خاصة بين تروتسكي وديوي، ديوي معروف فيلسوف أمريكي ليبرالي صحيح، ولكنه كانت له ميول يسارية، ومعروف أنه بعد الثورة البولشوفية ذهب إلى روسيا وأعجب بروسيا، وأيضا زار الصين وأعجب بالصين وحتى بالمنظومة التعليمية التي كانت في ذلك الوقت. ولكن نعلم جيدا أنه بعد الثورة، وككل ثورة تقريبا، أن هؤلاء القادة في كل ثورة يحصل بينهم صراع وخلاف وكذا، وهذا صراع بين الإخوة الأعداء الذي حدث لتروتسكي. تروتسكي نعرف أنه اتهم وموسكو في ذلك الوقت سلطته في زمن ستالين كانت له اتهامات، وكلفت لجنة لما كان هو بالمكسيك، كلفت لجنة ترأسها جون ديوي للنظر في اتهامات موسكو لتروتسكي. طبعا هذه كانت سنة تقريبا قبل اغتياله، سنة 36-37 هكذا طبعا. وهذه اللجنة برأت تروتسكي من الاتهامات التي طبعا يتحدث في المقال هنا تروتسكي عن الأخلاق من زاوية ماركسية. ما معنى الأخلاق هنا بالنسبة لنا؟ الأخلاق هي ناتج من نواتج الصراع الطبقي. طبعا إذا كانت الغاية هي كيف مثلا تتحقق هذه النظرية الماركسية أو النظرية الشيوعية، بأن تكون للطبقة الكادحة أو الطبقة الشغيلة هي التي تصل إلى السلطة بعد ذلك، فتصبح كثير من الوسائل، وحتى أنه لا يلوم بعد ذلك ستالين أو الزعماء الذين يعني استعملوا وسائل عنيفة للبقاء في السلطة ولتحقيق هذه الأهداف التي كانت يعني مرسومة في النظرية الماركسية. لكن بعد ذلك في الرد الذي جاء من جون ديوي، جون ديوي يتحدث في رده، طبعا في نقاشه على هذه الأفكار، يتحدث على فهم تروتسكي بأنه فهم فكرة الغاية
لأنه نعرف أن الغاية هي في من خلال فكرة القيم مرادفاتها أنها تعتبر المثل الأعلى، الكمال، الحد، النهاية، اتصال لفيناليتي، على لفيناليتي أي الغائية. ولكن في الغايات هناك غايات تعتبر غايات، أي هناك غايات يعني نعتبرها نفسها وسائل وليست غايات في حد ذاتها، لأن المعتقد هنا أن الغاية تبرر الوسيلة. اسكو لا فان بو جيستيفي لو مويان؟ يقول لا، لأن هناك معنيين لفكرة الغاية، فليس كل غاية أنها يعني يمكن أن نعدها أنها بديهية، يعني تبرر نفسها. لما تقول تبرر نفسها أو تبرر الوسيلة معنى ذلك أنها بديهية، ولكن الأمر ليس كذلك، لأن في كل الغايات أو ليست كل الغايات يعني بديهية. هنا يجب الانتباه إلى هذه المسألة حسب ما يقول ديوي، أن قلت أن لا يجب أن نفهم بأن كل غاية مبررة، ولذلك السؤال مطروح حتى عندنا. مثلا كان هذا السؤال طرح أعتقد على المجاهدة زهرة ظريف، تفهمون مثلا، هل من الأخلاق، وطرح عليه السؤال هل من الأخلاق، في الوقت اللي كان فيه مثلا بعض المجاهدات تعلمون في الثورة كانوا يضعون هذه القنابل في يضعون هذه القنابل بالنسبة لزمن الثورة طبعا. ولكن السؤال الذي طرح، هل كان من الأخلاق مثلا أن يعني أن يقتل هؤلاء الأبرياء، أن يقتل هؤلاء الأبرياء؟ لكن إذا كان السؤال أخلاقي، طبعا الإجابة كانت على هذا، هل هذا أيضا كان قد أجابني الشهيد العربي المهيدي الذين قالوا لهم أنكم تضعون القنابل وغير ذلك، قال لهم إذا أنتم نسيتم ما هو جرم أكبر، الذي هو أنتم تملكون الطائرات وتبيدون شعبا بأكمله ولا تتحدثون عن إذا كان هذا الأمر يعني غير أخلاقي. فإذا السؤال هذا أيضا يطرح. أختم إذا لأنني لا أعود إلى هذا الجانب، الحديث فيه يطول، لكنني في النهاية إذا كان هذا السؤال سؤال إيثيقي، التدبير الإيثيقي بالنسبة لأي فعل إنساني هو تحصيل السعادة. إذا كيف أجاب شوبنهاور؟ أجاب ثلاث أشياء. لنتحدث على فكرة السعادة حتى تكون سعيد. قال الأول الكينونة، سكوني الكائن، الكينونة أي شخصية الإنسان، معنى هذه الشخصية يعني تشمل كل شيء، تشمل الصحة، تشمل القوة، تشمل الجمال، تشمل. ثم ثانيا سكونا أي ما نمتلكه، ما يكون عند الإنسان. وثالثا سكون ريبريزونت، فكرة التمثل، كيف يتمثلون الآخر، لأن السعادة قلت ليس فعلا يعني ذاتيا مرتبط بالإنسان لوحده، ولكنها أيضا مسألة على إقليم. إذا حينما ننتقل من المستوى الفردي إلى المستوى يعني الاجتماعي والسياسي، نجد أن الأخلاق هذا التدبير الإيثيقي في علاقة بين الأخلاق والسياسة، وليس بمقدورك أختم بهذا أن تكون سعيدا أو تتصور أن ذلك متاح لك وبتدبيرك من خلال غياب توترات أو نشدان الطمأنينة الداخلية، يمكن أن نسميه لابسونس دي تروبل، لأن خلو الذهن من الاضطرابات وصفائه يغدو غير كافيا. إن لم تتبعه متعة ولذة لن يجدها المرء إلا في تقاسمها مع الآخرين، وهنا تبرز القيمة الاجتماعية والسياسية للسعادة التي تتجاوز حدود تدبير الفرد كي تصير استراتيجية. استراتيجية من؟ استراتيجية الساسة والسلطة بما تلتزم به من قيم ومبادئ أخلاقية كفيلة بضمان قدر عادل من السعادة للجميع. وشكراً لكم.